يعيش الكثير من النازحين في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ظروفاً حياتية صعبة في محلات تجارية يقيمون فيها بموافقة مالكيها، في ظل عدم توفر أماكن مخصصة لهم وافتقارها إن توفرت لأدنى متطلبات الحياة الكريمة. والله بزعنا صار لنا بالأربع سنوات هنا، يعني شنو ذنبنا احنا ما خلينا قرية ما طبيناها، يعني تعبنا حيل، يعني صار لنا هنا أربع سنين تكريت، نريد حل بالمحلات قاعدين، نريد حل صورة حل، يعني رجعونا لديارنا. وقد ضعف حالة القلق الكبيرة التي يعيشها هؤلاء النازحون في تكريت مطالبتهم من قبل مالكي المحلات بمغادرتها في مدة أقصاها نهاية شهر رمضان. نريد نعود لديارنا، هذا مو حال، احنا بشهر رمضان، بشهر الخير، بشهر الكريم، هذا حالنا احنا المحلات، هذا وضع انساني، هاي الاطفال وين تروح؟ عندك ابو المحلات يجي يطلعني ورا العيد، انا ما اقدر اجر. ويطالب هؤلاء النازحون في تكريت السلطات الحكومية بالسماح لهم بالعودة إلى مدنهم وأحيائهم التي كانوا يعيشون فيها، والتي يعتبرون صعوبات الحياة فيها أخف من ظروف معيشتهم في المحلات. احنا قاعدين بمحلات وهذا بالمحلات قال 1/6 لازم تطلعون، واحنا رواتب ما عدنا تريد ندي ايجارات، وهسه عنا لا مساعدات لا شيء، وقاعد نبيع بنزين على الشارع في سبيل تنجيب لنا علاقه طماطم وعلاقه باذنجان، وقاعد العالم قاعد تحسن علينا. احنا اريدكم ترجعونا لبيوتنا. ويبقى مصير نازحي تكريت معلقا كمصير الكثير من اهالي المدن في العراق، ويبقى أملهم بالعودة إلى المناطق التي ولدوا وترعرعوا فيها رهين صحوة حكومية لا ينبغي الرهان عليها.